السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير الكلام ما نبدأ به والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هوريكم كده طريقة تفقيس بيض الأواز بالفقاس اليدوية بكرتونة بس ولمبة والترموميتر. هنفقس مع بعض، هوريكم كده طريقة عمل الفقاسة وكيفية تفقيس بيض الأواز. أول حاجة إحنا هنجي في شكل الفقاسة من برا زي ما حضرتكم شايفين، كرتونة عادية خالص، محط لها كده حتتين من الخشب عشان بس إيه زي ما حضرتكم شايفين ما تطلعش السخونة ولا رطوبة كده من فوق من الكرتونة، يعني عشان الفتحة بتاعتها ما تطلعش السخونة ولا رطوبة كده من فوق. والفقاسة بتاعتني عاملينها كده بالتايمر بتاع المروحة، هنظبط كده منه درجة الحرارة بتاعت اللمبة، يعني كده انا مخلي درجة الحرارة عندي عالي، هنخلي درجة الحرارة كده هنا ايه كده عالي، فكده انا لو عايز لو سخنة درجة الحرارة عندي هوطيها برد شوية، هاو كده بردك هتوطى شوية كده، هتوطى شوية معايا درجة حرارة اللمبة كده، اقل حاجة ان هي توطى معايا كده، هتفصل خالص اللمبة. ده التايمر بتاع المروحة، بس انا عشان الدنيا بسقعة شوية فمخليها كده ايه مخليها على اعلى درجة، يعني اهو زي ما حضرتكم شايفين طريقة تركيب التايمر في اللمبة، هسيبه لكم كده في عمل فقاش للفراخ مع طريقة التركيب بتاعة التايمر، هسيبه لكم كده في صندوق الوصف هتلقوه. ندخل على الفقاشة بتاعتنا، دي كرتونة عادية عاملة لها كده درجة زيتين زي ما حضرتكم شايفين، ده بوز بتاع جزازة بتاعة جزاز ساقع ولزقاه كده في الكرتوني، ودي الغطاية بتاعتها زي ما حضرتكم شايفين. لو لقيت درجة الحرارة طبعا منخفضة بقفلها بالشكل دي، تلقيتها مرتفعة بفتح الغطاية بتاعتي، وده هنا الفتحة اللي احنا بندخل كده فيها للفقاشة من جواها زي ما حضراتكم شايفين الباب بتاع الفقاشة، وهنا بردك عاملة بردك فتحة للتهوية زي ما حضراتكم شايفين بردك سايبها بس مفتوحة، وهنا ها الترمومتر بس عندي درجة الحرارة منخفضة 38 عشان لسه كنت فاتحة الباب بتاعي، عفوا قصدي 35 و8 يعني حوالي 36 درجة زي ما حضراتكم شايفين كده، حطها من برا عشان ايه يعني ما افتحش الفقاشة بتاعتي واخرج الحرارة واخرج الرطوبة كل شوية عشان اشوف درجة الحرارة، لا هخلي الترمومتر بتاعي كده من برا زي ما حضراتكم شايفين عشان اشوف منه درجة الحرارة، اها بالشكل ده كده من برا. ندخل على الفقاشة بتاعتنا من جوا اهو زي ما حضراتكم شايفين، بسم الله كده احنا فتحنا الباب اهو بتاع الفقاشة، ما هو الا فيش غير اللمبة اهو زي ما حضراتكم شايفين، لمبة حرارية لمبة حرارية 100 واط عشان الكرتونة بتاعتي واسعة اهو زي ما حضراتكم شايفين، ولو جيت درجة الحرارة الترمومتر يعني بيسفر اهو وان هو وصل كده درجة الحرارة لجهاز درجة الحرارة بتاعته كده وانتهي. اللمبة هي 100 واط لمبة حرارية، اللمبة الصفرة في جو ساقع ديتاي عشان ايه يعني في الجو الساقع لمبة 100 واط لمبة حرارية للكرتونة الكبيرة، لكن لو كرتونة صغيرة فتكون لمبة 60 واط، وطبق في مية يكون مسطح زي ما حضراتكم شايفين كده بالشكل دي زي ما حضراتكم شايفين، واللمبة تكون فوق المية على طول عشان اللمبة تسخن المية والمية تتبخر، المية تتبخر وتطلع الرطوبة بتاعتها كده على البيض. وادي بيض الأواز اهو زي ما حضراتكم شايفين اهو، ده بيض الأواز اهو، هنا عندي 7 بيضات من بيض الأواز زي ما حضراتكم شايفين. نشوف دلوقتي هنتصرف في البيض بتاعنا ازاي وهنتعامل معاه ازاي في الفقاشة. انا حطاله كده قش تحتيه، قش حتة قماشة شبكة اي حاجة مش لازم قش، يعني
اي حاجه كده، بس ما يعني عشان البيض ما يتحرقش منك ايمين او شمال. بالنسبه للبيض بتاع الاواز، هو بيفقش على 30 يوم او 35 يوم. بيض الاواز لو درجه الحراره عندك مظبوطه هيفقش معاكي على 30 يوم، لكن لو درجه الحراره منخفضه هيتاخر معاكي في طلوع وهيفقش على 35 يوم. اول 3 ايام، اول 3 ايام من وضع البيض ما نقلبش البيض، ما نقلبش خالص ولا ما نجيش ناحيته. اول 3 ايام طبعا، بعد ال 3 ايام ما يعدوا واحنا ما نقلبينش البيض هنبتدي نقلب البيض بتاعنا كل 6 ساعات مره، اهو بالشكل دي. نقلبيه من الناحيه دي للناحيه ده بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. يعني التعامل مع بيض الأوز زي التعامل مع بيض الفراخ بالظبط، او زي ما حضراتكم شايفين، بس المهلي بتكون اعلى شوية. يعني بيض الفراخ بيفقش على 21 يوم، لكن بيض الأوز بيفقش على 30 يوم او 35 يوم. ده بيض الأوز. بعد اول 3 ايام قلنا ما نقلبش البيض. بعد كده واخر 3 ايام يعني عند اليوم 28 ابتدي وقف تقليب البيض. احنا هنبتدي نقلب البيض بعد 3 ايام الاولانيين، وبعد كده هنفضل نقلب في البيض لحد اليوم 28. بس انا حاطه البيض بتاعي يعني ليه 3 ايام بس كده في الفكاشي لسه. بعد كده قلنا في اليوم 28 تبتدي توقف تقليب البيض، ما تقلبش البيض نهائي في اليوم 28. ووريتكم بردك طريقه التقليب اللي هو مثلا البيض هتكون كده، لا تقلبوها كده كل 6 ساعات نقلب البيض تقليبي. ودرجه الحراره تكون 37 درجه او 37.5 او 38، اكتر من كده ما تزيدش درجه الحراره. ولازم يكون الطبق تحت الميه كده، في ميه، وكل ما تقل الميه كل ما تقل المية وتتبخر المية نزود المية تاني، نزودها على طول ما نخليش المية تنشف، عشان كده ما يبقاش في رطوبة والجنين هينشف داخل البيضة والبيضة هتنشف. لكن لازم يكون في مية، والمية الداخل تطلع البخار بتاعها والبخار يطلع الرطوبة على البيض. ونوصل لليوم 28. بعد اليوم 28 نبتدي نرش البيض بتاعني مرة واحدة في اليوم بس مية، نجيب رشاش بخاخة يعني نعبيها مية ونحط فيها كده حوالي 3 معالق خل أو معلقتين، ورش البيض بتاعني رشة واحدة بس في اليوم، رشة واحدة بس مية في اليوم. رشة المية داي عشان تخلي البيض بتاعني القشرة دي فيها خل، بتخلي القشرة كده خفيفة، المية فيها خل تخلي قشرة البيضة خفيفة وتخلي الجنين يطلع بسرعة، يعني ما يلقاش صعوبة في نقر البيضة، ما يلقاش صعوبة في نقر البيض، لا يطلع على طول بسرعة. بالنسبة لوقت ما ينقر البيض معاكي، ما تحاولوش تخرجوا الجنين، ما تحاولوش تخرجوا الجنين، سيبوه كده، ممكن توسعوا طريق بس وسيبوه كده يطلع براحته من البيضة. دي طريقة تفقيس بيض الأوز. وزي ما قلنا درجة الحرارة تكون 37، 37.5 أو 38، عن كده ما تزيدش. لكن لو زادت درجة الحرارة 40 فخلاص، يعني لو بقي درجة الحرارة 40 فخلاص الجنين يعني البيض هتعتبر إيش سلقت بمعنى أصح، هتعتبر سخنت، ولو فيها جنين الجنين هيموت. يعني درجة الحرارة ما تزيدش عن 38 درجة. وسبب تشوهات الجنين يعني مثلا يجي جنين متعوق او عاجز كده في رجليه او اي حاجة، ده بيكون درجة الحرارة مش مظبوطة، يعني درجة الحرارة ما بتكونش مظبوطة، عشان كده الجنين مرة تعلى مرة تنخفض مرة ترتفع، فعشان كده الجنين بيطلع متشوه. كده قلنا متى التقليب ومتى نوقف تقليب البيض وما نخرجش الجنين، ونشوف درجة الحرارة ما نخرجش الجنين داخل من داخل البيضة، نسيبه يطلع كده براحته.
وقلنا درجة الحرارة تكون مظبوطة ازاي، ودي فقشت بيض الوز. وياريت استفدتوا من كل المعلومات. لو لو ما عندكش الوزة بتاعتك ما رضيش ترقد، فانت تقدر تعمل الفقشة دي عندك في البيت. وياريت لو عجبتكم الطريقة النهاردة ما تنسونيش في الاشتراك في اللايك في القناة، وما تنسوش تصلوا على النبي محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وعلى فكرة انا عاملة فتحات بردك للتهوية هذا ما حضرتكم شايفين، لو في اي سخونة زيادة هتطلعها زي ما حضرتكم شايفين. دي الفقاشة ودي فتحة ده الترمومترها زي ما حضرتكم شايفين كده، هو بياخد درجة الحرارة كده وقيسها من برا. ودي برده الجزازة اهو زي ما حضرتكم شايفين، غطا جزازة عاملاه فتحة تهوية اهو زي ما حضرتكم شايفين. ودي طبعا الفتحة التانية زي ما حضرتكم شايفين. وبرده طريقة التايمر هسيبها لكم في صندوق الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.